إسلام أفري يسافر مع خطيبته إلى المالديف لحضور الزفاف، ويارا تعتذر بسببهما. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أعلن إسلام أفرو عن سفره إلى المالديف برفقة خطيبته الأجنبية، وفضل إسلام عدم السفر مع الشلة، وفضل أن يسافر مع خطيبته فقط. صباح الخير، أنا في المطار، بس إحنا مش في أي مكان، إحنا في البزنس كلاس لو سمحت. معلش لو سمحت. إحنا قاعدين هنا وهوبا، السلام عليكم. صباح الخير. شوفوا إحنا دلوقتي ده فطورنا، نكمل اكل في الطياره بقى. سامعك. What you want? We're not going to get more food. We have four plates. We will not get food. No. Only dessert. No. Dessert is not food. No. Oh, look. Yeah. I will take this. It's all black. ايه ده؟ ده ليت كامل. Give me one piece of. Oh, pistachio. What you wanted to get all of them? Not all. في حين أن يارا عزيز شاركت مجموعة من الأسطوريات مع والدتها، تؤكد من خلالها عدم سفرها إلى المالديف وحضور الزفاف، والبعض رجح عدم حضور يارا لهذا الزفاف حتى لا تكون قريبة من صديقها السابق إسلام أفرو وخطيبته الأجنبية. فشو رأيكم وتوقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ قراب اليوم بدك تطبخي. اليوم عنا عزيمة، بس أنا أكثر شيء متحمسة له هيدول. لكن هي ضيفة.